قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فقوله تعالى قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أفرأيتم بمعنى أخبروني، وقوله تعالى ما تدعون من دون الله ما هنا موصولة، فتعم أي مدعو من دون الله عز وجل، وذلك لأن الأسماء الموصولة تفيد العموم. وقوله تدعون، الدعاء هنا مطلق فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وقوله عز وجل إن أرادني الله بضر، يستفاد من هذا إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. وقوله بضر، الضر نكرة في سياق الشرط لأن إن شرطية فتعم أي ضر، فما أنزله جل وعلا من ضر ولو قل ولو صغر فلا أحد يستطيع أن يرده، وهذا مضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى أن قال واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله عز وجل هل هن كاشفات ضره، معنى هذا أنما قدره جل وعلا فنزل على العبد أو لم ينزل به لن تستطيع هذه الأصنام ولا غيرها أن تدفعه أو أن تزيله، والكشف هنا في الآية يشمل الدفع والرفع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل هل هذا الكلام مخصوص به هذه المعبودات أم أنه شامل لجميع الخلق؟ لا شك أن الجواب شامل لكل الخلق، ولذا قال تعالى في أول سورة فاطر ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أو أرادني برحمة يعني بخير، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ولذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لما؟ لأنه يتعلق بالخير والشر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عند مسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما سيأتي معنا في باب ما جاء في منكر القدر من بينها حديث عبادة قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، لماذا ختمت الآية بهذا؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ختمت الآية بهذا حتى يتعلق قلب العبد بربه عز وجل وأنه هو كافي. ولذا قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولذا قال قل حسبي الله يعني أن الحسب والكفاية من الله عز وجل. ومما يدل على أن الحسب هو الكفاية قال تعالى عن أهل الجنة قال جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني أعطاهم عطاء كافيا، كما لو أعطيت الرجل شيئا فقال حسبي يعني قد اكتفيت، فالذي يكفيك همك من هو الله عز وجل. ولذا أمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول قل حسبي الله، ثم بين ما هذه الحسبية، عليه يتوكل المتوكل، وعليه جر ومجرور. في الأصل يتوكل المتوكلون على الله، وعندنا في البلاغة أن من أدوات الحصر تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم من باب الحصر، فما فائدة هذا الحصر؟ فائدته أن تجعل هذا التوكل على الله عز وجل وحده
لا على غيره، وأن من توكل على غيره فليس بمؤمن. ولذا سيأتي معنا باب قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فدل على أن التوكل هو الإيمان، وأن من لم يأتي بالتوكل فليس بمؤمن.